ابن حسن مبارك الذي يتحدث اليكم اليوم يعتز ما قضاه من سنين طويله في خدمه مصر وشعبها، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا او علينا. ان الوطن باق والاشخاص زائلون. فبتسجل 11 قناه. دي صوره من الجيت برضه من بتاع سوميكين من الشبكه الالكترونيه بتاع القمر الصناعي، وفيها كل المدن والقرى باينه. ان يكون جهادنا قائما على اساس العلم في الحرب والسلم على السواء.